اعزائي المشاهدين من داخل نادي الحصاري الرياضي بمدينه اسوان، كان لنا هذا اللقاء مع اثنين مشرفات. الموضوع طبعا لم يقتصر نشاط نادي الحصاري على الالعاب الرياضيه فقط، ولكن يوجد به نشاط الفن الموسيقي، مش كده برضو؟ تمام. اهلا وسهلا بكم معنا النهارده، نتعرف عليكم. حضرتك هدى فوزي، مشرف بالمركز نشاط المسرح والفنون الشعبيه. تمام. ناديه سيد، مدربه متطوعه في المسرح هنا. اهلا وسهلا بكم معنا النهارده، ونرحب بكم على شاشه قناه طيبه. الفكره جت ازاي ان يكون في نشاط فني داخل مركز الشباب؟ يعني هو في الغالب دايما الناس بتعتقد ان مركز الشباب قاصر بس على الالعاب الرياضيه وعلى ممارسه الرياضه، لكن احنا من داخل المركز برضو في فنون شعبيه وفي مسرح، وبنتصعد يعني احنا فرقه المسرح تبع الوزاره، ودايما بنفوز على مستوى المحلي وبنسافر نتصعد في القاهره. ده بالنسبه للمسرح. فالسنه دي الجديد عندنا اللي هو الفنون الشعبيه. الفنون الشعبيه بمعنى ايه؟ فرقه زي العرض اللي حضرتك شفته من شويه. أيوة. فده بيبقى يعني المدام ناديه متطوعه هنا بتدرب الاولاد، وبنحاول يعني نجتهد ان يبقى حاجه يعني تبقى حاجه جديده يعني. في المركز البنات المشتركه داخل هذا النشاط كام؟ حوالي بنات ولاد 77 واحده. 77؟ ده عدد يعني كبير مش صغير. ما كلهم حابين الموضوع ده. احنا بناخد طبعا من سن 6 سنين ل 18 سنه، كلهم طالعين. كويس. ما فيش اكبر من كده، بس ان شاء الله نفسنا يبقى في اكبر كمان، لان في شباب عايزه تشترك. عمليه تطوعك داخل مركز نادي الحصايا، الفكره جت ازاي؟ انا كنت زمان انا ومن سنهم شغاله تبع اليونيسيف. بشتغل بمثل وبغني زيهم كده فرقه مسرح، فاما جيت مركز الشباب حبيت الفكره دي، فطلبت منهم ان انا اتطوع هنا. فهم وافقوا على الفكره على طول. فابتديت بقى من مره تدريب، مره في مسرح تدريب، مره اغاني، فنون شعبيه، ديني، فقرات اللي هي زي بحبك يا رسول الله، اي حاجه تخص الطلائع والافكار دي الموسيقى شغالين فيها. تدريباتك عباره عن ايه؟ عباره عن المسرح، يعني بنبتدي ندربهم واحده، زي مثلا ازاي نقف في لحظه معينه، ازاي نكمل تكون الموسيقى شغاله واحنا نكمل ببطء، ازاي نكمل بسرعه، يعني تدريب المسرح واحده كده. انما الفنون الشعبيه بقى عباره عن ايه؟ ازاي الحركه دي نعملها مع بعض، ازاي نبص يمين مع بعض، ازاي نقف ستوب كات، كل حاجه ايه وليها وقتها يعني. بس مجلس اداره النادي يعني بيدعمكم او بيساعدكم في هذا النشاط؟ طبعا، يعني ما بيرفضش اي فكره، بس هو بيقول يعني مثلا لو اي حد عنده فكره بيعرضها الاول على مجلس الاداره وبندرسها، وما بيرفضش اي فكره، يعني مستعد ان هو ينافس اي نشاط طول ما يعني حاجه كويسه للمكان وحاجه جديده. كويس. نزلتوا اعلان علشان البنات والولاد يشتركوا في هذا النشاط؟ ايوه. يعني احنا كل ما بنبقى في فكره جديده وموضوع جديد طبعا بننزله، بنوثقه على صفحه المركز وبننزل الاعلان، وبنتلقى بقى الطلبه اللي هم عايزين يشاركوا، وبنبتدي نقسمهم بس مراحل عمريه، بس دايما في الغالب دلوقتي كل اللي احنا شغالين عليه مرحله الطلايع، اللي هو السن مثلا من 6 لغايه 18 سنه، اقل من 18 حاجه يعني. في شروط ومقاييس معينه مثلا بتختاروها علشان البنت او الولد يشاركوا معاكم في هذا النشاط؟ لا، كلهم بيبقوا حابين الموضوع ده. على فكره كمان احنا عندنا اللي بيغني وعندنا اللي بيمثل، يعني هم تلاقيه اغلبيتهم موهبات قبل التدريب، فان شاء الله فقط تجابه هنجيب لهم فرقه تدريب بقى يتدربوا تفاصيل المسرح وتفاصيله. فكل واحد موهبته بيعرضها، اللي بيعزف عايز يعزف بنجرب العزف، اللي عايز يغني بيغني، اللي عايز تبع الفنون الشعبيه تبعها، اللي بيمثل بيمثل، كل واحد موهبته، احنا ما بنضغطش على حد. النشاط ده عمره قد ايه في النادي؟ لا، المسرح احنا بقى لنا فتره طويله فيه، المسرح بس كان مجرد ان في مخرج بيجي بيدرب الاولاد، وبنبقى في منافسه ما بيننا وما بين مركز شباب المدينه، واحنا فزنا في كذا سنه على المستوى المحلي وسافرنا القاهره. ده بالنسبه للمسرح. لكن موضوع الفنون كان في مسرحيات واتدربتوا عليها وقدمتوها؟ احنا في شعبه مسرح هنا في المركز، ودي مستمره على طول يعني. بتبقى ليها فتره معينه في السنه، بيبقى في مخرج بيدرب الاولاد على المسرح، وبعد كده بنسافر نعرض المسرحيه في القاهره على مسرح الوزاره. حضرتك كمشرفه او مدربه مثلا متطوعه، فكرك ايه؟ يعني ايه اللي في دماغك الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ والله انا نفسي الفتره الجايه يبقى بره المركز. يعني احنا كل ما بنعمل حفله بنعمل هنا انشطه بنعملها هنا.
زهده هي اللي بتسافر بيها طبعا كل سنه مره، فالولاد حابين ان هم يعرضوا اي حاجات بتاعتهم بره، يعني نفسهم يروحوا عند المحافظ، نفسهم يعملوا افكار بره في الشارع، يعني المواهب اللي فيهم كلها حاسينها هم مدفونه، فزي ما تقول كابت جه عندهم ومره واحده ايه حابين الموضوع ده. المفترض يعني هم بيتدربوا هنا وشايفين نفسهم يعني حصلوا على يعني شكل كويس او مستوى كويس، عايزين يقدموا الحاجه دي بره، عايزين حد يشوفه. كل واحد فيهم بيعرض موهبته، اللي بيغني طب انا صوتي احلى، اللي بيمثل طب انا امثل دي، احنا كمان الدور بنعرض عليهم كلهم ونشوف احسن واحد في الدور في المسرحيه. العرض كذلك، الصغير يجرب، الكبير يجرب، الوسط يجرب، كل واحد فيهم بيجرب، احنا مدينا مطلق الحريه وبعدين بنوافق على اي واحد. طيب ده برضو يعني دور مجلس اداره النادي ان هو برضو ده يظهر المواهب الموجوده عنده في اي مناسبه خاصه بالمحافظه. ما بالظبط، ما احنا دلوقتي احنا كل التدريبات بتبقى جايه داخل المركز، بس رئيس مجلس الاداره ما عندوش مانع ان لو في اي حفله خارج المركز بنشارك بيها، يعني ما بيعترضش على كده. يعني انتوا برضه تطلعوا تأدوا بره؟ يعني لو في اي مناسبه واحتاجوا مثلا ان احنا هنطلع نعرض فيها بنعرض. كويس. ايه اللي ينقص هذا الفن في داخل النادي؟ يعني ايه اللي محتاجينه تاني؟ امكانيات. بمعنى؟ عايزين يعني تفاصيل المسرح، عايزه بلبسها، فنون شعبيه ان شاء الله لو الشعب تمام يعني توافق عليها، عايزين كل حاجه يعني هم نفسهم صراحه اي حاجه يطلعوا بيها بره يعني. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايله انا نفس الارض، عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد. صحابي في الوظيفة قدموا لي، اتقابلت وهم لا هنوني وقالوا لي كلنا في مركب صغير من ورق والبحر سحب، واللي يركب النهارده يبقى يجر صحب، بكره نصحى بدري هنعدي وناخدك، اصل اول يوم واحنا لازم نبقى جنب حنين بجد من قلب الضمير، مفيش جواهم ليا الا كل خير. على مدى الشو أعزائي المشاهدين، وما زلنا بنواصل الحديث عن النشاط الفني داخل نادي الحصاية بمدينة أسوان. أهلا وسهلا بكم النهاردة وبنرحب بيكم. اسمك إيه؟ طلعت محمد عبد الهادي. وأنتِ؟ نور محمد عبد الهادي. أهلا بك يا نور. ملك أنور. أهلا يا ملك. مروة مصطفى. أهلا بيكم. قولوا لي بقى، أنتِ اشتركتي من إمتى في النشاط الفني هنا؟ يعني من شهرين كده. حوالي من شهرين. إيه اللي لفت نظرك إنك تيجي هنا؟ أنا يعني كنت صاحبتي ساكنة جنبي قالت لي ده في عروض وكده وحاجات، في عروض وحاجات حلوة يعني. كويس. فجيت وفعلا يعني لقيت حاجات حلوة. اتبسطتي لما جيت؟ كويس. وأنت يا نور بقى ليكي قد إيه هنا؟ حوالي شهر. حوالي شهر. كويس. مبسوطة هنا؟ خالص. تمام. بتعملي إيه معاهم هنا؟ بعمل عروض عادي. كويس. عملت عرض إيه وإيه؟ سم البق. كويس. إيه
وكمان سنوحي. سنوحي كويس. وكمان نكون مع بعض عشان لازم نكون مع بعض. تمام. في سنه كام يا نور؟ سنه سته بس رايحه اقول اعدادي. كويس برافو عليكي. ودي بقى انت بتيجي كل امتى هنا في النادي؟ يوم واحد بس. يوم واحد بس في الاسبوع. بالتوفيق ان شاء الله. انت بقى قولي لي سنه كام؟ انا عندي 18 سنه وي. بس مخلصه دبلوم تجاره. طيب اشتركت امتى من هنا بقى في النشاط؟ من شهر 5. شهر 5. ايه العروض اللي قدمت فيها قبل كده؟ قدمت تحيا مصر وسنوحي وعشان لازم نكون مع بعض وكانت على اغنيه مين ده يا محمد منير ومحمد حماجي وتامر حسني اللي هي بتاعت قدمت عروض كتير. حابه النشاط الفني هنا؟ اكيد طبعا. مبسوطه هنا جدا. تمام. ايه بقى الخلايا اللي شجعك انك تيجي هنا؟ انا اصلا من انا وصغيره نفسي اطلع ممثله. هوايتي. تعرفي تمثلي؟ جدا. تمثلي ايه بقى؟ اي حاجه. قولي بس اي حاجه اهو اديني معاكي. فنون شعبيه زي الرقص وكده. يعني عم اشتركت مسرحيات قبل كده؟ هو لسه. وانت في سنه كام؟ انا الثانيه راحه ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. عندي جيت امتى من هنا في النشاط؟ يعني من شهر 5. شهر 5. طب ايه اللي خلاكي جيتي هنا وتشاركي في النشاط؟ لما لقيت اصحابي بيجوا وقالوا لي ان هو حلو فجيت ولقيته حلو. قدمت برضو نفس العروض اللي هم قدموها؟ قدمت عرض سنوحي وعرض عشان لازم نكون مع بعض وسم البطل. عرض سم البطل. تحيا مصر. تحيا مصر. بتيجي مره في الاسبوع ولا مرتين؟ لا ثلاثة. سبت وثلاثة وخميس. مواظبة عن الدراسة والنشاط هنا؟ ايه. كمان؟ باجي وبعمل عروض وحاجات حلوة. والدك والدتك شجعوك انك تيجي هنا وتشترك في النشاط الفني؟ انت بقى قلت لي بقى نفسك تلعب ممثلة. نفسي. بتمثلي ايه بقى؟ شوفني انت عايزني امثل ايه وانا امثل. انت ايه اللي ممكن تقوليه دلوقتي؟ مثلا ممكن اقول لك كوبليه مقطع يبقى حزين او مثلا مضحك. خلينا في الحزين. سيناريو. ايه بقى المقطع او ايه اللي انت عايز تقوليه؟ دور الفلاحة. بس انا يعني حاليا مش حافظه، لازم ابقى حافظاه ازاي بيتعمل وتبقى فيه اركان اللي هو بالتوفيق ان شاء الله. كده نتمنى لكم التوفيق باذن الله ونتمنى ان شاء الله نشوفكم دايما معانا على شاشه قناه طيبه. شكرا. علشان لازم نكون مع بعض عشان شايله انا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش صحابي وظيفة قدمولي اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا في مركب صغير من ورق والبحر سحب واللي يركب النهارده يبقى يجر صحب بكره نصحى بدري هنعدي وناخدك اصل اول يوم واحنا لازم نبقى جنب الحنين بجد من قلب الضمير مفيش جواهم ليا الا كل خير على مدد الشوق اهالينا رساله اشتاق وهلا الى يا واد وكان
حنين أنور. أمنية أيمن. زينب عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة ورحب بكم. والبنت السنة كام؟ أنا داخلة تاني إعدادي. تاني إعدادي؟ اشتركتي في النشاط الفني هنا من إمتى؟ شهرين كده. شهرين؟ إيه اللي شجعك إنك تشتركي؟ عشان أنا كان نفسي أدخل فيه ودي هوايتي يعني. تمام، وأنت في سنة كام؟ أنا رايحة أولى ثانوي. كويس. احكي لي بقى أنت يعني فكرتي إنك تشتركي هنا إزاي؟ أنا من بدري جدا هنا، من أنا وعندي 4 سنين في النادي مشتركة. بس من سنة تقريبا عملوا هو عروض المسرح وكده، فأنا حبيت أشترك واشتركت الحمد لله. تمام، وبقينا نعمل عروض وحاجات كتير جدا وبتتداع بتنزل على صفحة المركز. بس الحمد لله إن النادي بيتطور أكتر أو أكتر. حقيقي. أنت بقى سنة كام؟ أنا داخلة أولى إعدادي، عندي 12 سنة. كويس، برافو. أنت جيت هنا بقى النادي من إمتى؟ أنا كنت من هنا من 2019 مع أستاذ موسى، وكنت يعني كنت في المسرح، وبعد كده بطلت من سنة الكورونا دي كده وبطلت. بعد كده صحابي راحوا جوه وقالوا لي النادي بقي جميل وبنعمل حاجات، فقلت أنا لازم أروح، ورحت وقدمت وبعمل العروض دلوقتي. إيه بقى العروض اللي اشتركت فيها؟ العروض دياتي وعروض الشهر اللي فات عرضناها. عرضتوها فين؟ عرضناها هنا في النادي. عرضتوا حاجة برا؟ لا. اشتركت في مسرحيات ولا لا؟ انا اشتركت مرة واحدة، وبعد كده دلوقتي شغالة في عروض بس. تمام. اشتركت قبل كده في مسرحيات؟ ايه لا، جديدة، بقالي تقريبا شهر هنا. بقالي شهر مشتركة في النشاط. تمام، بس عملنا عروض الحاوي يعني كتير وبنتدرب. زي ايه؟ زي في عرض نوبي بتاع هو عرض اسوان اللي هو شمس نواري، والعرض بتاع السمو البكم اللي اتذاع عملوه ديا، وايه تاني، بس عروض كتير. انا مش عارفه انت برضه اشتركتي في نفس العروض ولا مختلفه؟ لا، في عرض اسمه سنوحي، وعلشان لازم نكون مع بعض، وحاجات تانية يعني بس مش فاكره. مش فاكره. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. ما زلنا اعزائي المشاهدين بنواصل الحديث عن النشاط الفني داخل نادي الحصايا، ومعنا في هذا اللقاء موهبه محمد علي. اهلا بك يا علي معانا النهارده وبرحب بيك. قول لي بقى انت موهبتك ايه؟ انا موهبتي غنى. تمام. انت في مدرستي ولا؟ لا انا مخلص، انا في جيش دلوقتي. في جيش؟ لا ما شاء الله. انت مشترك مثلا في النشاط هنا موجود داخل النادي؟ انا مشترك هنا مع النادي ودخلت غنى ودربوني برضه على غنى. بس دربت هنا؟ واتمرنت هنا في الغنى. بتغني لمين بقى؟ انا كنت الاول بغني لام كلثوم وحسن الاسمر والناس اللي هي القديمه دي. تمام. الناس التقيله دي. بس فبعد كده بقيت مايل للون الشبابي بقى شويه. تمام. اللي هي الاغاني اللي طلعت الحاجات القديمه اللي هي المفترض انك انت الاول اتمرنت عليها. اللي هي مثلا نسيت اللوم واحلامه، نسيت ليالي واحلامه، تبات الليل
تبات سهران على رمشي. دي حتة أم كلثوم. تمام. إيه بقى اللي عندك تاني للشبابي اللي هو الشبابي بقى اللي هي طلعة جديد بقى اللي هي حياتي الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح راح تنسى وتهواني أو تلقي جراح يا مسهرني ليالي وانت على بالي. تمام برافو عليك. انت هنا طبعا يعني مشترك في النشاط هنا من بدري؟ اه من بدري. من كام سنه؟ يعني من حوالي سنه كده. طيب. انا اساسا كنت في قصر الثقافه. اه يعني انت اتعلمت الغنى في قصر الثقافه. اه وجيت هنا برضو ومن ادوني حاجات انا كانت نقصاني برضو. طيب. فبس يعني. أعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا معكم نهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من مشوار البطولة.